ما المعنى ألا ترى نفسك في المرآة لمدة 20 عاما؟ يقول المعتقل عزيز بن بين: لم أرى نفسي في المرآة مدة 20 عاما، أي 18 سنة في تزمنات وسنتان قبلها في السجن المركزي بالقنيطرة. فوجئت أولا لأنني لم أتعرف على نفسي في المرآة، ثانيا فاجأتني نظرتي التي كانت تشع من عيني. نظرتي كانت كنظرة أحمق معتوه، لقد صدمتني تلك النظرة. تساءلت عمن أكون. كانت نظرتي تشبه نظرة فان جوغ في لوحته الشهيرة، وما زالت تلك النظرة تحضرني إلى الآن. من يكون عزيز بن بين؟ ومن يكون هذا المعتقل؟ حكواتي تزمنارت، القارئ النهم، الضابط والذي تحول إلى حكواتي مثل أبيه بالمعتقل الرهيب تزمنارت، وكيف تحول إلى كاتب بالصدفة بعد خروجه من جحيم معتقل تزمنارت. يستهل عزيز بن بين شهادته المخيفة الصادرة سنة 2009 تحت عنوان تزمموت من ترجمة عبد الرحيم حزل، معرفا بتزمنارت ونزلائها قائلا: تزمنارت في البدء رجال، أحياء وأموات، ملائكة وشياطين، حكماء ومجانين، رجال ليسوا سوى رجالا رموا في عالم بلغ فيه العرب والتطرف حد الابتذال، وأود الاحتفاء بهؤلاء الرجال، لهؤلاء الذي لم يعودوا بيننا ليروا آلامهم ومسرتهم وندمهم وآمالهم. أريد أن أروي بكل صدق ممكن كيف عاشوا وكيف ماتوا، وأن أذكر ذلك كما عشته. بالفعل عزيز بن بين يعود إلى تفاصيل ومعاناة إنسانية من بداية الانقلاب العسكري مرورا بالمحاكمة وانتهاء باللحظات المأساوية الطويلة وراء القضبان الصادئة بالسجن الرهيب تزمنارت. يريد عزيز بن بين أن يسلط الضوء على مصير موتى تزمنارت، أما الأحياء منهم فقد خرجوا، حتى يسمح لعائلات الضحايا إقامة التأبين وأن يحتفي بكل هذه الأرواح التي أزهقت في عهد الحسن الثاني بدم بارد دون أي ذنب كما تقول جميع الشهادات. ولد عزيز بن بين في مراكش سنة 1946 ودرس الابتدائي وهناك، ثم انتقل إلى الجديدة حيث حصل على شهادة البكالوريا. بالحديث عن أحلام طفولته وشبابه يقول إنه كان يرغب في أن يصبح صحفيا أو مخرجا سينمائيا، لكنه صار ضابطا بالجيش بالصدفة رغم أنفه متمردا وتائرا. ويتابع في هذا الاستهلال عن أصوله الأسرية حيث يكتشف أو يكشف أن والدته تنحدر من أصول جزائرية لأب هو الآخر كان ضابطا ساميا في الجيش الفرنسي بالجزائر. تشتغل والدته مفتشة للمالية، بينما يقول إن والده كان عالما بأصول الدين الإسلامي وأصبح حكواتي الملك الحسن الثاني وأنيس جلساته. بعد هذا ينتقل إلى سرد تجربته المؤلمة منذ انقلاب الصخيرات يوم 10 يوليوز 1971 مرورا بالمحاكمة الصورية وانتهاء مقبورا بين أسوار عالية في زنزانة مظلمة في سجن معزول بين رمال الصحراء. إنها شهادة مريرة عن كابوس تعذيبي امتد 18 عاما. يعود موقف عزيز بن بين الملتبس إلى أن أغلبية شهادات سجن تزمنارت جاءت من السجناء القابعين في البناية رقم 1
بينما كان بين بين من معتقل البناية رقم جوج، وهي الأشد بطشا والأشد فتكا. يبدأ حكايته بمذكرات تزمموت لعزيز بعامين قبل دخوله ورفاقه السجن لأول مرة، وبالتحديد في 9 من يوليو 1971. كان ذلك حينما التقى بين بين وزملائه في المدرسة هرمومو الأوامر التدريبية بالاستعداد لإجراء مناورات بالذخيرة الحية في اليوم الموالي. وفي 10 من يوليو 1971 ظن بعض الضباط أنهم كانوا يساقون إلى قاعدة التدريب العسكرية في بن سليمان، بينما اعتقد البعض الآخر أنهم كانوا متوجهين إلى قصر الملك الحسن الثاني، ذلك بعد أن تم إعلامهم بأن الملك كان في خطر. إلا أن الجميع كان متفقا على نقطة واحدة، أنهم لم يكونوا على علم بأنهم سيشاركون حينها في عملية انقلاب على الملك الحسن الثاني. بدأ إطلاق النار أثناء الانقلاب قبل أن يترك بن بن وزملائه من طلاب المدرسة العسكرية مركباتهم، ويخبرون بأنه كان ينتقل بين أرجاء القصر على نحو بائس ودون وجهة. وعندما يدرك بن بن بأنه قد قام بالفعل بالمشاركة في انقلاب فاشل، نراه يركض تجاه موقف سيارات القصر ليجد سيارة مدنية من طراز فيات 600 ومفاتيحها فوق لوحة القيادة. يذهب في بدء الأمر بالسيارة إلى بيت أحد أعمامه، ثم يقوم في نهاية الأمر بتسليم نفسه للسلطات. أحيل بن بن إلى القضاء عبر محاكمة تعسفية كانت نتيجتها إرساله إلى السجن المركزي بالقنيطرة في بدء الأمر، لكن بعد محاولة الانقلاب الثانية الشهيرة في عام 1972 يخبرنا بن بن بأن الشائعات قد بدأت تنتشر حول تشييد سجن خفي في قلب الصحراء المغربية. في شهر أغوش من عام 1973 يخبرنا بن بن التالي: غشي سرب من رجال الشرطة وادرك البناية وفتحوا الزنازين واحدة فواحدة وعصبوا أعيننا وقيدونا وحملونا في شاحنات كانت متوقفة في فناء السجن. ثم يضيف: لم يسبق لأن رأيت انتشارا لمثل هذه القوة حتى أثناء أحداث الصخيرات. وبالفعل سيتم نقلهم بالطائرات إلى سجن تزمنمارت. أما والد عزيز بن بن والذي كان جليسا للحسن الثاني، فلقد تبرأ من ابنه علنا أمام الحسن الثاني بعد الانقلاب بفترة وجيزة. كان يقول عزيز بن بن في معتقل تزمنمارت: هذا عالمي ووجب علي أن أقبل به، لكن كان علي أن أعيش في هذا العالم بالجسد بينما الروح والعقل أعطيتهما بعدا آخر. لقد تحول عزيز بن بن إلى حكواتي سجناء تزمنمارت، كان يروي لهم قصصا وحكايات كثيرة طوال أعوام. كان يستقي حكاياته من عالم القراءة التي ركمها خلال فترة مراهقته وشبابه قبل تزمنمارت بوقت طويل، فقد اطلع على الأدب الفرنسي كله والروسي والأمريكي، كما كانت له ثقافة سينمائية واسعة قبل التحاقه بالجيش. يقول: كنت أحكي لهم ما حفظت ذاكرتي من حكايات من كل لون. واستمر الحال كما هو حتى عام 1990، والذي شهد صدور كتاب صديقنا الملك للكاتب والصحفي الفرنسي جيل بيرو، والذي أحدث بدوره صدعا كبيرا في جدار الصمت حول سجن تزمنمارت. وتبع لذلك تجددت الضغوط الشعبية والدولية، وأخيرا في شتنبر من عام 1991 تم إطلاق صارع عزيز بن بن و27 الآخرين من متهمي الانقلاب. يقول: كنا وقوفا في زنازيننا كما في أول يوم كنا ننعم بالعافية
والشباب ونحمل أوهاما أقل. بعد إطلاق سراحهم عرض السجناء أمام وسائل الإعلام للحظة خاطفة، والتقطت لهم بعض الصور الفوتوغرافية، كما تم سرد قصصهم من قبل آخرين. ولكن حتى تاريخ وفاة الملك الحسن الثاني 1929-1999 التزم السجناء الصمت في أغلب الأوقات. قضى المعتقل والكاتب عزيز بن بين 20 عاما وراء القضبان. من محنته خرج حكيما قوي الإيمان، عازما ألا يصدر حكما على الآخرين، كما ظلمه حكم المصير ذات يوم سبعيني على إثر محاولة انقلابية فاشلة زج فيها من حيث لا يدري في غياهب المعتقلات. كان معكم عبد الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.